هذا وقد أكد فضيلة الشيخ عدنان القطان خطيب جامع الفاتح في خطبة العيد على ضرورة اغتنام هذه المناسبة المباركة لتوطيد العلاقات والتسامح والعفو وإقامة شعيرة ذبح أضحية لمن استطاع، موصيا بالتواصل مع الأقارب والأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا. إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى والنحر، وإن من أعظم ما يؤدى في هذا اليوم هو بقية مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى الأضحية الشرعية للمسلمين جميعا. قال تعالى: فصل لربك وانحر، وهي من شعائر الإسلام، والتي ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة، وهي سنة أبينا إبراهيم المؤكدة، ويكره تركها لمن قدر عليها. اجعلوا عيدكم عيد محبة ووئام وصلة للأقارب والأرحام والأصدقاء والجيران، وبعد عن الآثام. تواصلوا وليهنئ بعضكم بعضا، وانشروا الخير، ومن كان قطع رحمه أو هجر أخاه فليكن اليوم بداية لزوال الهجر ومحو القطيعة، فإن النفوس في العيد مقبلة والقلوب قريبة. لا ننسى عباد الله أن نذكر الجميع، خصوصا في هذه الأيام، أيام تفشي وباء كورونا، بالالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الجهات المختصة في البلاد، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والمتمثلة في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب المصافحة باليد أو المعانقة أو تقبيل الآخرين، والاكتفاء بإلقاء التحية والسلام وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، ولبس الكمام، إلى جانب تجنب الاختلاط في خصوصاً في هذه الأيام، تجنب الاختلاط بالناس أو حضور المجالس العامة، ولزوم البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة، وتفعيل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.